ماشي. طب انا عايز اشوف بس عبد الرحمن الحاجة اللي هي بيقول فيا اهوت وانا هبوظه خالص. اف اوف جاب روما خد اديته واحدة في الازاز خد واحدة كمان بص زعلت هو كسرت انا كل ده ليفل 23 يا نهار اسود واحد جاب موتنا اهو معرفش ده مين اصلا عملتله جوين فادي تلاقي واحد معاك في السيشن عادي يعني اه فادي اما اعمل لك جويلة امال ايه الابديت اللي حصل النهاردة ده بتاع بابجي ابديت حلو ولا ايه كام حجمه كان 1.6 جيجا ده حصل عندي جليتش غريب جاي بحمله المهم وصل 50% وبعد كده قفلت الجهاز وبعد كده جاي بفتح النهاردة لقيته بيحمل ابديت 30 ميجا ودخلني اللعبة لول يعني ها حاجة غريبة ودخلت المهم رحت قلت لا اكيد في حاجة بعمل فيرفاي من ستيم على اساس انه يكشف الملفات الناقصة لا مفيش ملفات ناقصة تقريبا اتحمل ولا ايه معرفش يبقى اتحمل يا عم ده كل شوية بينزلوا ابديت نزلوا ابديت 5 على 1 على 2 على 6 على 7 على 1 على عادي يعني هي فورتنايت فورتنايت عقيمة بصراحة ما بحبش فورتنايت نزلها برضو عشان اوحش حاجه فيها ان انت تلم اسلحه مش عجباني مش مستحمل ان انا العبها خش معايا سيوة تقوى 4000 جنيه كل شويه انا في صندوق هنا مش عارف اعمل فيه ايه قال لي المفروض ابقى ادمره عشان اخد اسلحه وحاجات ايه ده يا جماعة بعتلك البتاع بتاعي لينك في الشات لينك البتاع ده في الشات شات ايه؟ ديما ايه ده؟ بيقول لي افنجر افيلابل ايه اللي افنجر افيلابل دي؟ هتجيلي؟ ولا اشتريها يعني ولا؟ اشتريها ب 3 مليون انا مفكر جايالي هدية لا العربيات هنا حتى لما بتعمل هاشتاج بتصير عربيات طب ايه ايه ده انا شلت من اللعبة كده انا محمود ايوه يا ابني ضفت جي دي اكس ولا لسه هو بيستاهل كده ان هو بعت لي انفايت على السوشيال ضيفه ستيم ستيم السوشيال بعت لك اصلا حاجه على السوشيال انا بعت لك اللينك البروفايل بتاعي في الشات خش عليه في الشاب بتاع الديسكورد في الشاب بتاع الديسكورد جي تي اكس ابعت له اسمك بتاع الستيم بس هو يضيفك ستيم ونخلص الساعة يا جدعان الساعة كام؟ يا جدعان انا اتشليت الساعة انا اتشليت من اللعبة دي شفته؟ اخيرا يعني جبت بعد عنا طب اقبل اقبل بقى جديد اقبل جون على الليل انت معتلي ديسكورد قصدي مسج مسج على الديسكورد ده سوشيال ولا ده ستيم امال لا بص بقى انا بقى يا واحده بص طب انا كتبت اول في السيشن بتاع ستيم نزل لك حاجه الا محمد احمد من اسكندريه ده اللي جاي مش جرب اكد يا ابني غالي احباط من اللعبة هي تحملها بساعة قبل ما تفتح يا ريت ساعة يا ريت ساعة
خد يا فادي اقف مكانك يا فادي، اقف مكانك. بص عايز تلعبها العبها زي سيتيوب جيمنج، بيلعب الساعة 3 4 بالفجر. اشمعنى بتفرق في ايه؟ هي ما بتفرقش، هي فاهم انت السيشنات كده بتبقى فاضية شوية شوية يعني اقل من دلوقتي، بس فاهم انت وانت بتلعب مثلا مهمة سرقة العربيات بتاعت الشركة، واحد هيجي يرازي فيك هيتفرج في فلوس كتير، هما بيلعبوها الصبح عشان كده. بس انا ما بعرفش اصلا. انا لعبت مع سكيوب كان جيم سباق. ايوه ما انا شفت السباق ده. اشتري اسلحه بس يا جدعان، انتوا في اللعبه ولا فين؟ والله انا في اللعبه. فادي اقف مكانك يا فادي، انا جاي لك. طب تعالى يا جدعان، انتوا كلكم الوقت في اللعبه؟ احنا دلوقتي كلنا في اللعبة. ثلاثة بس، احنا ثلاثة. طب محمد فين؟ ما انا مستني يبعت لي بتاع. طب مش عبد الرحمن حتى اعمل على فيديو؟ ما هم مش فاتحين في بي ان، فانا مش عارف ابعت لهم، فانا مش عارف اعمل فين عليهم. انا مش فاتح وواو بسمع مع بعض سبحان الله، هي ساعات كده اللعبه بتثبت. لا ما عشان انتوا، ما عشان يا ابني يا جدعان، يلا يا جدعان والله ما هنلحق نعمل حاجه. انا الشلين بصراحه، لا كلنا شلينا فادي من اللعبه الزباله. انا هفكر البنزينه. محمود محمود بعت لك في رساله في اخر اسمين دول جربهم. ايه ده؟ اسمين جرب. ده عبد الرحمن اختفى من جنب يا جدعان. طب استنى كده يا ابني، انا رحت است، بعت لك في الشات بتاع الديسكورد. يا ايه ده، هو انت تروح است تختفي كده من جنب بالطريقه دي؟ مسج كده بعتها لك، جرب اكتب اسمين اهو. محمد احمد اخيرا ده بعت عنا يعني. انت فاتح عم تلعب كده، عملت لك جي تي يا بارد يا. طب اسكت عشان هو بيصاب. انت صح؟ لا ابعت لكم بقى، استنى كده جي تي اكس اعمل كده جوين علشان ابعت لكل اللي في السيشن. بعمل اهو. فادي فادي اقبل الانفايت. انا مش مصدق ان في انفايت جاتلي. ليش يا فادي؟ استحملوا يا جدعان برضه. انا قربت انعس، خدوا بالكم. لا اصل انا باجي على الساعه 11 ونص 12 وبفصل تلقائي. الساعه دلوقتي مش 11 ونص، الساعه 10 ونص. انا عارف، انا قصدي ببهت يعني، ببدا افصل من بدري. لا ما تفصلش، خليك حاطط الشحن. زي الفيديو، زي الفيديو اللي انت كنت طالع فيه دوت. ده في فيديو كنت بنام فيه. في فيديو انا فيديو لما عملت لك عليه لايك حبيبي محمود، والله من اول يعني ما بدات القناه حتى حبيبي. طب خلص يا حبيبي. هو ايه المهمه، ايه المهمه اللي هنلعبها دي؟ دي الهيومن. هحاول ان انا اديكوا فلوس، بتهيألي هدي لكل واحد 60,000. ايه ده؟ ده هز ازاي بقى؟ هدخلكم معايا سي او وبعد كده نروح محل. تمام يا ابني، يلا بقى عايز اخد من محل الفلوس. طب يا بدل ما هديكوا 13,000 هديكوا 60 باين. ماشي يلا. الطريقه العجيبه دي اخيرا يا ابني، اقبل ام الانفايت. يا جماعه انا مش مصدق محمود هيخش اهو، هنبقى دخلنا المهمه. يلا يا جدعان ده جويننج اهو، جويننج. ايه ده، وانا هخش المهمه كده بالشورت؟ لا كده فاتح كده يا عم، نفسي الكارت سين دوت يختفي من اللعبه. نفسي مش عايز اروح، هموت وروك ستار تشيله. تبقى حلو على فكره من غير كوتشين. ماما دي سهله جدا. عباره عن ايه؟ ما اعرفش بس انا سهله جدا. طب انت ما تعرفش سهله ازاي يعني؟ انا لعبتها قبل كده. لا المهمه دي هنروح نهجم على بيز وهناخد طيارات هايدرا. حلو قوي، والطيارات دي تبقى لينا؟ لا
لحد ما نخلص كده هنقعد نضرب ناس بالطيارات بالهايدرا. احنا دخلنا المهم خلاص. يلا اشتروا بقى اسلحتكم بقى، واللي عايز يعمل اي حاجه يعملها. يلا ابدا انا اشتري امو لكل الاسلحه. ابدا ايه ده انا فين فيكم؟ ايه ده انا اهو. ايه ده بص انا لابس ايه؟ لابس خلاص. انا انا بايلوت. البسوا الارمر عشان البسوا الارمر عشان هيبقى في ضرب كتير. ايه ده بص انا لابس ايه؟ يا فادي فادي البس الارمر عشان هيبقى في ضرب كتير. انا مش لاقي ارمرات. ده اللي هو الاوت فيت. ايوه دوت. ايوه خليه دوت عشان هيبقى في ضرب كتير. يا ابني قول للمعتز يسكت العيال دي. يلا ريدي يا فادي. استنوا يا جدعان استنوا بس، واحدكم ما تعملوش ريدي اصبروا. فين الارمر ده كويس؟ التاني يا عم هو ده. لا التاني ده كويس. نجرب مره تانيه كده. لا ده مش حلو. ده ده مش. ايوه هو ده. بس ايوه هو ده هو ده هو ده. يلا يلا ريدي. يلا يا شباب محمود. محمود ايوه يا ابني قول للمعتز يسكت الناس. معتز هو واخو الارض. عارفين انا بلعب منين؟ من سايبر لغايه بس ما كارت الشاشه بتاعي بس ايه يجي القاهره. سامعني؟ يلا المهم يا جدعان ما تدونا فكره احنا هنروح كده عمياني. حد سامعني؟ احنا سامعينك. انا جالي هديه 200 ار بي. هديه معرفش بتاع ايه يعني جولي فجاه. يا جدعان هو انتوا طريقكم غير طريقي ولا يا جدعان كلنا طريق واحد. وبيقول لكم ايه يا عم؟ هو طريق واحد يعني انا كتب كده مش طريق واحد. كلنا طريق واحد. انت عارف لعبتها مع مين؟ لعبتها مع عمار واحد. بختصر الطريق بطريقه عجيبه. شاطر يا حبيبي. انا داخل في ميه وبختصر العربيه وجيت. بقول لك ايه يا اشتمك بالله مش عايزين التهيس اللي انت ممكن تعمله واحنا هناك. طيب ايه ده؟ ده العربية بترجع. العربية بترجع وتنط. العربية بترجع. معايا أسرع عربية في اللعبة لغاية دلوقتي. ممكن أنا أرجع في العربية. أنت أهبل. أنت مفكر نفسك مركب. أعمل نفسك مركب. أعمل نفسك مركب. حد يجي ياخدني. إيه ده اللانش بتاع 6 أكتوبر أه. البيت بتاع 6 اكتوبر. ما هو يا 6 اكتوبر والحرب العالميه. محمود اتهبل. انا محمود بوديك هناك يا ابني لغايه ما كارت الشاشه اشوف له حل. المهم عباره عن ايه يا جدعان؟ ادونا فكره. انا لسه بلعب اول مره. هنروح. طب تسيبونا سوق؟ فادي تسيبونا سوق؟ لا هيبقى في شل. لا لا حاجات صعبه جدا. انت شغلتك درايفر؟ انا سواق. انت بتشتغل ايه سواق؟ انت انا ما اوديك هناك يا ابني. انا محمود بيزيد في الزيطه وداخل في اي حته. يا ابني تعالى هنا يا ابني. محمود ما تيجي. محمود انت يلا محمود عايزين نخلص المهمه. يا محمود حاضر يا جدعان. ما تيجي جنبنا في اللانش. طب ما تروح له انت يا عبد الرحمن. طب حد يجي ياخدني بالله عليكم. صح يعني هو بعيد ما تروح انت باللانش. العربيه بتاعتي اتقلبت قمت نازل في ميه عشان انا بحس ان انا اطلع من الميه. استنى طب ما تقول يا جدع ان انت في الميه نجيلك. طيب صح احنا باللانش نجيلك على طول في الميه. اهو الله ده في الميه اهو فعلا. الحقوا الحقوا ارمي له طقنه جا. طيب طب استنوا بس اركب عشان ايه ما اقعش. ماشي يلا يلا بينا. هيا بنا الى المهمة. هيا بنا نلعب. للمرة احنا نتقدم. قول للحاج معتز يسكت الناس. ايه ده؟
مش دي المهمة اللي فيها سرقة غواصة باين اللي لعبها اي سي تيوب مرة؟ لا 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 هنسرق اربع طيارات هايدر وهنروح نوديها المطار. يا سيدي يا سيدي يعني سهلة؟ يعني سهلة ومهمة. ده احنا رايحين عند حامل الطيارات اهي هناك عشان نخلص المهمة بتاعت الدبل الاكشن. انا جبت الريفولفر بس ما اعرفش عملت 50 هيت شوت ولا لا مش عارف. اضرب احتفال يا جماعه. في عندكم لك في البحر تحس ان الموج كده بيعلى فجاه؟ لا عندي. لا ما هو بيعلى بس ده طبيعي. لا عندي مش طبيعي. لا فجأة. لا عندي. لا مش فجأة. لا انا عندي فجأة بتلاقيت رفع خالص وبعد. انا كمان عندي دي حاسه دلوقتي اهو. يا جماعه انا اهو ماشي كده طرت. انا اهو كده طرت كده طرت. ده جالي بلس 200 ار بي تاني. وانا بقى وانا جالي برضه 200 ار بي. طب اسمعني انا هحط نفسي في ال ده احنا ايه ده اسمه ايه المركب ده؟ لانش 6 اكتوبر. عارف ماله هو من 6 اكتوبر؟ خليك في الهواء كمان يلا يا جدعان. ايوه يا ابني ده بتاع عبور القناه ده. بصوا بقى البيز هناك اهيت واحنا هنروح نقفل وهناخد وهيبقى في يخت بس عامل زي البيز وهيبقى في 3 طيارات وهيبقى ايه ده الطيارات بتطير هتيجي تهجم علينا ولا ايه؟ لا يا راجل طيارات بتطير. عمرك قبل كده شفت طياره بتطير؟ عمرك قبل كده شفت طيارات بتطير؟ لا شفت في بورسعيد جديد. الصوره فادي صح والتعاونيات. انا في العرب. استنى يا جدعان ما تصليش. ما خلاص ما العلامه اهي. ما خشنا بلانش. طب استنى ارجع عشان نخف. لا خلاص اطلعوا يلا. ماشي انا اطلع يلا. مش هنبصبوا يا جماعه يلا مش كده يا فادي صراحه جاي كله جاي يا بودي كله يلبس الماسك. دوس جي انا لابس الماسك. دوس جي يا جدعان. ماشي لبسنا. طيب يلا بقى يلا يا جدعان وقوم قوم يا اولاد. انا حاسس حد يموت يا جدعان. انا عاملها ارض اف يا جماعه. ده الصفاره دي فين؟ الصفاره دي جوه اللعبه. بوت ازاي بوت؟ قول يا بابا عندك عند عم معتز كتير. يا عسل يا عسولة يا كيوتة. الله انت مات يا جي تي اكس. لحد مات؟ ده والنبي حرام عليكم يا جدعان. حرام عليكم. يلا بتجاب. انا دوست ما جاش حاجه. عبد الرحمن عايز ايه؟ البرمبالي بيسلم عليك. هو عندك؟ لا اللي عندك يا محمود ولا محمود ايه؟ هو عندك بجد؟ والله هو وكريم قاعدين بيلعبوا ايه؟